مشاهدينا الكرام في برنامج سبورت أريا وأعدادي المونديال. المباريات الثانية لكل منتخب ينطلق مشوارها غدا بإذن الله، حيث يواجه البلد المستضيف قطر ممثل القارة السمراء المنتخب السنغالي، وهذا في إطار المجموعة الأولى. قطر من أجل إثبات الوجود بصفتها مستضيفة الدورة، والسنغال تريد تكرار سيناريو 2002 والتأهل للدور الثاني. وتاريخيا شهدت المواجهة الأفرو أسيوية في المونديال تنافس كبير، حيث عادت الغلبة للمنتخبات الأسيوية في 6 مناسبات مقابل 4 للأفارقة، فيما انتهت النتيجة بالتعادل في 7 مباريات. المباراة الأخرى ستكون بين هولندا والإكوادور، الفريقان تواجها من قبل مرة واحدة، انتهت بالتعادل هدف في كل شبكة. ولكن تاريخيا وعلى الورق فإن هولندا هي الأفضل والمرشح الأبرز للفوز، مع أن كرة أمريكا اللاتينية لا تؤتمن. المجموعة الثانية، منتخب ويلز في مواجهة إيران التي دائما ما نراها تواجه صعوبات كبيرة وهي تقابل المنتخبات الأوروبية في المونديال، ولكن المنافس هذه المرة اسمه ويلز، لهذا فإن المواجهة تبدو على الورق متكافئة. أما المواجهة الأخرى فستكون مفعمة بالإثارة بين إنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية. أكيد أن الكثير سيرشح منتخب الأسود الثلاثة، لكن الخبرة التي اكتسبها المنتخب الأمريكي في المونديال خاصة في النسخية الأخيرة قد تصنع الفارق في أي لحظة، ليبقى مونديال 1950 عالق في الأذهان حين فاز المنتخب الأمريكي على إنجلترا بهدف مقابل 0 وبلاعبين هواة قابلوا أرمادة من اللاعبين الإنجليز يتقدمهم السير توم فيني. إلى هنا وصلنا لنهاية عدد اليوم، نلتقي غدا بإذن الله في نفس المكان والزمان، ودائما مع برنامج سبورت أريا.